السؤال هنا بيقول لك ايه هما النقطتين اللتين يجب توصيل البطارية بهما ليمر تيار متساوي في كل المقاومات، يعني عايز يمر تيار متساوي في كل المقاومات. طبعا هنفكر ازاي. عايزين عشان يمر تيار متساوي يبقى هيبقى احنا عارفين ان التيار المتساوي بيبقى على التوالي. طب ما انا اخلي اتنين على التوالي واتنين على التوالي بحيث ان مجموع المقاومات في ناحية يساوي مجموع المقاومات، وهو واضح اهو مجموع المقاومات هنا 50 ومجموع المقاومات هنا 50، يبقى انا لو وصلت بالطريقة دي كده اهو يبقى حليت المسألة. كده التيار، لان التيار هتقسم بالتساوي في المجموعة اللي على التوازي مع بعضها دي، الجزء ده مجموع مقاوماته 50 وده مجموع مقاوماته 50، يبقى التيار هيمشي هنا، هقسمه بالتساوي للتيار اي يبقى اي على 2 هيمشي هنا واي على 2 هيمشي هنا، يبقى الدنيا كده. بعد كده بيقول لي احسب في باتري، علما بان مديني المقاومة الداخلية ومديني شدة التيار في كل المقاومات. يعني هو مديني شدة التيار اللي في كل المقاومات مدهاني ربع، دي شدة التيار. يبقى كأن التيار اللي داخل هنا لو هي ربع في كله، يبقى التيار اللي هيبقى داخل هنا نص أمبير، وهنا هيمشي بقى هنا ربع، الربع الأولاني والربع التاني هنا، يبقى ادي الربع اللي هو بيقول لي عليه ربع أمبير هنا، وادي ربع أمبير هنا، يبقى أنا عندي ربع أمبير هنا وربع أمبير هنا. ويبقى هو كان مديني إن التيار المارر في كل المقاومات 0.25، يعني ربع امبير، وبيقول لي اوجد في باتري. يبقى الراجل عايز في باتري، وكان مديني المقاومة الداخلية 1 اوم. هجيب طبعا اول حاجة هجيب ال في فرق الجهد بين النقطتين، لو سميت النقطة دي A ونقطة دي B، يبقى هجيب فرق الجهد بين A و B هيساوي 50 اللي هو دول في شدة التيار اللي ماشي فيهم. انا مش هجزأ طبعا، هجيب كله على بعضيه فرق الجهد. فهجيب ال، انا عندي التيار هنا دي اي ودي المقاومة، فعايز اجيب فرق الجهد بقى، المفروض اجمع الجهد ده والجهد ده، فانا هجيب جهد الاتنين مع بعض اللي هو 50. فمضرب 50 في ربع هتطلع 12.5 فولت. يبقى فرق الجهد بتاع A و B هيساوي 50 في ربع، يطلع 12.5 فولت. يبقى دي أول نقطة. دلوقتي V battery بتساوي IR زائد IR small. اي في الدايرة نص امبير اضربها في 25، اللي هي المقاومة الكلية، لان دي 50 و50 50 على الاتنين فيها 25، في نص امبير في واحد مقاومة داخلية، يطلع الناتج 13. دي مسألة جميلة في رأيي الشخصي. المسألة دي جت في امتحان 2010، مديني هنا الدايرة اللي موجودة قدامنا دي في مقاومة R، وهنا 4.5 اوم مقاومة، وهنا في باتري مجهولة، والمقاومة الداخلية 1، ومديني قراية الأميتر 1، ده 1 امبير، والأميتر ده 2 امبير، وطالب مني المقاومة R وفي باتري. طب انا اقدر اجيب ايه من المنظر اللي قدامي دي؟ اقدر اجيب التيار. انا طبعا لازم امشي مع الدايرة، التيار خارج كده وبدأ يتفرع ويمشي كده، وبعد كده التيار تاني اللي ماشي هنا هيبدأ يتفرع وبعدين يرجع ويجي كده. يبقى كأن التيار ده بيساوي بالتطبيق النقطة هنا قوانين كيرشوف عليها، ان التيار اللي خارج ده هيساوي التيارين دول، يبقى تيار الدايرة اي هيساوي 3 امبير. يبقى دي اول نقطة. يبقى اول حاجة انا قدرت اوصل لها ان انا جبت تيار الدايرة اللي هو طلع 3 امبير. طب اقدر اجيب انا دلوقتي فرق الجهد من الناحية التانية دي، فرق الجهد بين النقطتين دول، هسمي النقطة دي ايه والنقطة دي بي، وهجيب في اي بي. فرق الجهد بتاع النقطة اي بي بيساوي ايه يا ترى؟ شدة التيار اللي ماشي هنا في المقاومة دي، في اللي هو جهد المقاومة دي، فرق الجهد بين النقطتين دول هو نفسه جهد المقاومة دي، وجهد المقاومة دي 4.5 في 2 يعني 9 فولت، يبقى ار اي يعني بيساوي 4.5 في 2
يعني 9 فولت. هطبق القانون من الناحية التانية. خلاص انا عرفت دلوقتي ان ال V بالنقطتين دول بتساوي ال ايه ال IR، وعارف برضك ال V دي بتساوي IR من الناحية التانية. طب تعال نشوف كده ايه اللي هيحصل. هقول برضك ان V A B بتساوي 9 اللي انا جبتها بتساوي R في 1، لان شدة التيار 1، يبقى ده يؤدي الى ان R هتساوي 9 اوم. يبقى انا كده قدرت اجيب R اللي هي 9 اوم ببساطة شديدة. هو طالب كمان V باتري. بعد ما جبت R هو طالب V باتري. لو طبقت القانون هنا، فرق الجهد بين النقطتين بين قطبي العمود بتساوي V باتري ناقص IR. يبقى V القانون بتاعي بتاع V بتساوي V باتري ناقص IR هيساوي، انا جايب V باتري، معرفش V باتري، بس اعرف V بتساوي 9 بتساوي V باتري اللي انا معرفهاش ناقص I اللي انا عارفها اللي هي 3 امبير في R اللي هي 1. يبقى V باتري تطلع 12 فولت، لاني دي باتري بتساوي 12 فولت. مسألة تاني، هو مديني في بطارية المقاومة الداخلية بتاعتها 2، مقاومة هنا 6 ومقاومة هنا 8، هنا 10، هنا 5، هنا 30. شدة التيار في المقاومة دي 1، وطالب مني احسب مقاومة الدايرة، المقاومة المكافئة لكل المقاومات دي، واحسب في باتري. تعال نحسب المقاومة المكافئة. واضح ان المقاومتين دول على التوالي، مع والمقاومة دي مع المقاومتين دول على التوازي، لان بدايتهم ونهايتهم واحدة من غير تبسيط للدايرة. يبقى 15 معاها 30 دول على التوازي، وبعد كده معاهم على التوالي 6 و8. يبقى كأن الاتنين دول هيطلعوا 15، ال15 معاهم ال30 على التوازي، هتطلع النتيجة R total هتساوي ال15 اللي هم دول مع ال30 دول على التوازي، يبقى 15 في 30 زائد 45 اللي هي 15 زائد 30 زائد ال8 زائد ال6 زائد ال8. نحسب كل المقاومات دي، نشوف المقاومة المكافئة هتطلع كام. هنلاقيها تطلع 24 اوم. بعد كده انا عارف شدة التيار بتاعتي في الدايرة. هنا طبعا المقاومة 30 ماشي فيها 1 امبير، هو مدهوني كده. طب ما انا اقدر اعرف، لان دول متوصلين على التوازي معاها، دول 15 15، لازم يكون الفرق جهد هنا اللي هو يعتبر عن ار اي يعني 30، لازم يكون فرق جهد هنا 30. يعني ايه بقى اللي يتضرب في 15 يبقى 30؟ يبقى 2. لا، يبقى التيار هنا 2 امبير. يبقى انا جبت التيار شفوي كده، انت تكتبها 2 امبير. طب ال2 امبير ده داخل مع ال1 امبير، يبقى تيار الدايرة كام كله؟ يبقى تيار الدايرة 3 امبير. ال2 دي مع ال1 ده يبقى 3 امبير. يبقى انا كمان قدرت اجيب 3 امبير تيار الدايرة. دي حتة احنا المفروض تكتبها انت. انا وضحتها، قلت ان فرق الجهد هنا في المقاومتين دول زي دول، لانهم متوصلين بين النقطتين دول، اللي هي اسميها النقطة دي اسميها اكس مثلا، والنقطة دي اسميها واي. فرق الجهد بين اكس وواي ثابت، فبالتالي جهد المقاومة دي زي جهد الاتنين دول مع بعض. فطلع ان هما 15 ودول 30 اوم، فطلع اني لازم اضرب ال15 دي في 2 عشان اجيب فرق الجهد اللي يطلع 30. هنا بضرب في 1 يطلع 30. يبقى انا جبت 2 امبير. ال2 امبير دي عند النقطة دي التيار اللي داخل 2 وهنا داخل 1، يبقى اللي هيخش لي في الفرع ده 3 امبير. يبقى انا كده قدرت اوصل الى ان تيار الدايرة 3 امبير. طب هو عايز V. هكمل بقى بعد ما جبت كل التيارات وعرفت تيار الدايرة وعرفت المقاومة الكلية، لازم استغلهم، لان مش معقول هيطلب مني المقاومة الدايرة الكلية وما استغلهاش. فقلت ان I بتساوي V باتري على R زائد R، R كلية يعني. يبقى I اللي هي 3 امبير اللي انا جبتها بتساوي V باتري اللي انا معرفهاش على المقاومة الكلية للدايرة اللي هي 24 زائد 2، اعوض اضرب اجيب دي 24 و2، يبقى 26. 26 في 3 تطلع 78 فولت. هنا بقى المسألة في منتهى الاهمية، ان انت تاخد بالك
ان احنا مش هنقدر يعني لازم لما اجي اجيب الفي باتري هيبقى فيه اشكالية ان انا اجيبها من طرف لوحدي. ليه؟ انا عايز اوضح حاجة صغيرة في الدايرة دي، وكان يفضل ان احنا نعمل كده عشان تبقى المسألة بسيطة بالنسبة لنا، يعني تبقى المسألة واضحة وبسيطة بالنسبة لنا. كان يفضل ان احنا نبسط شكل الدايرة دي. انا ليا يعني رغبة ان انا ابسط شكلها قبل ما اسيب المسألة، برغم ان المسألة اتحلت، واقول ان الدايرة ديت هتبقى شكلها كده. ادي التلاتة، ادي المقاومة 6، وادي المقاومة 8، وادي المقاومة 10، والمقاومة 5، ومعاهم على التوازي المقاومة 30. جبتها هنا، ده شكل الدايرة. فالمقاومتين دول عاملين لي يعني ما اقدرش اجيب في. لو جبت في بتا في طبقت قانون العلاقة بين فرق الجهد بين قطبي البطارية والقوة الدفع الكهربية، هيبقى العملية صعبة، لان انا معرفش فرق الجهد بين النقطتين دول. لو ما كانش في المقاومتين دول كان ممكن اطبق القانون اللي هو في بتساوي في باتري ناقص اي ار، على اعتبار ان انا عارف المقاومات دي، عارف ان فرق جهد بين النقطتين دول، لكن انا معرفش فرق جهد، هضطر احسب حاجات كتير. عشان كده انا ريحت نفسي في المسألة وقلت ان اي بتساوي في باتري على ار زائد ار، يعني طلعت الحل بالشكل ده. مسألة شايف ان هي في منتهى الاهمية، في منتهى الاهمية ان انا اكون ما تسرعش في الحل، ولازم اكون حال الحل منطقي، واعمل تشيك دايما على الحل بتاعي. تشيك يعني، تشيك يعني ايه؟ يعني اشوف كده، امسك بعد ما اخلص مسألتي وخلص كل حاجة، اشوف الجهود بتاع اللوب ده كلها بتساوي في مجموعها في اتجاه زي، اطبق كيرش فاشوفه بيساوي صفر ولا لا، اشوف الجهود بتاع، اخد اعمل تشيك على الحل بتاعي ان الحل بتاعي سليم. يبقى ممكن بطريق بكيرشوف اعمل تشيك على المسائل بتاعة الكهربية كلها، ودي نقطة مهمة جدا.